أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الحديث أكثر عن أداء المؤشر العقاري، ينضم معنا في الاستوديو المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا. بداية، الأرقام الصادرة في تقرير العقار لوزارة العدل تشير إلى ضعف نوعا ما في أو استمرار هذا الضعف في أداء السوق العقارية، تعليقك مهندس إبراهيم والعوامل التي ساعدت على استمرار هذا الضعف في هذا الجانب؟ صحيح، هو أهم حقيقة مؤشرين من لإيجاد أو معرفة وضع السوق العقاري في أي مكان في العالم، اللي هو معرفة مدى شهية ورغبة المستثمرين بالاستثمار، وذلك عن طريق معرفة كم الأموال التي تم استثمارها أو ضخها في هذا السوق، وهي متمثلة في زي ما تفضلتي مؤشرات وزارة العدل المتعلقة بحجم الصفقات العقارية التي يتم إعلان عنها بشكل دوري، وكذلك قضية الرقم القياسي للأسعار العقارية. هذا هو المؤشر الثاني اللي يوضح أين يتوجه السوق العقاري، وكما تفضلت في كلا المؤشرين يوضح أن هناك من حقيقة الربع الثالث بعد الربع الثاني من 2015 أن هناك نزول واضح جدا في السوق. هذا إذا أخذنا مثلا المؤشرات وزارة العدل أو بيانات وزارة العدل المتعلقة بالصفقات العقارية، سنلاحظ أن من الربع الثاني 2015 إلى الربع الثاني 2018 نلاحظ أن هناك نزول بقرابة 70% أو 67% بالضبط في حجم الصفقات. نعم، بلا شك هناك لا شك شح في السيولة التي ترغب بالدخول للسوق، وهذا طبعا غير مستغرب مع التغيرات والأوضاع الاقتصادية اللي موجودة والتي بدأت بدءا من انخفاض النفط بعد الربع الثاني من 2015. وهذا الأمر مستمر. أين هو قاع السوق ومتى ينتهي ومتى يبدأ الانتعاش؟ هذا في علم الغيب لا شك، لكن التحليلات الأولية وبالنظرة أولية وبمعرفة طبيعة الدورات العقارية التي تحصل وعلاقتها بالدورات الاقتصادية التي تحصل حتى في على مستوى كل العالم، سواء الاقتصاديات الناشئة أو المتقدمة، كلاهما يحصل فيها دورات عقارية. بعضها بدأ يعني كان نزول فيها مثلا في الدورة العقارية الأخيرة اللي بدأت في 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت في 2012 أو 2013، كان نزول تقريبا 35%، بينما نجد في الفلبين في التسعينات وصل إلى 50% النزول في السوق العقاري. فأين سينتهي؟ هذا ما المفترض أن يكون خلال السنتين القادمة نترقبه أو السنة القادمة نترقبه. هناك دلائل أو مؤشرات تشير نوعا ما إلى هل هناك تصاعد أو نزول؟ لا شك أن كل المؤشرات تدل على أن هناك انخفاض اللي هو حجم الصفقات، وكذلك المؤشر السعري الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء. جميل. طيب، دعنا نتحدث على الجانب الآخر. هناك نشاط ملحوظ بلا شك في العقار التجاري في بعض المدن القريبة تحديدا من المشاريع التنموية الضخمة. على سبيل المثال نذكر مدينة تبوك، تصدرت المدن السعودية من حيث قيمة الصفقات على العقار التجاري. دعنا نتحدث عن هذه الجزئية كذلك. نعم، بلا شك العقار يعني حتى لو كان بشكل له العام أو خلنا نقول الصورة العامة له أن هناك انخفاض، لا شك أن وجود مشاريع ضخمة ومؤثرة وتنموية كبيرة في مناطق معينة سيجعل لتلك المناطق ميزة نسبية تجعل استثمارات يعني تذهب لها حتى يعني تحاول أن يعني تتنبأ بالمستقبل وتحصل على حصتها من هذه الاستثمارات من الآن. زي ما ذكرت، هي منطقة مدينة تبوك بالذات، هي بما أنها جنب يعني نيوم، بدأت تقريبا من الربع الأخير من 2016 تدخل ضمن أعلى المناطق القائمة العشر مدن الأعلى نشاطا في حجم الصفقات العقارية. وحتى 2018 لا شك أن زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمنطقة وللمشروع وبقائه هناك خلال إجازته في الفترة الماضية أنعش هذا الموضوع وجعل هناك يعني جدية في إنجاز هذا المشروع، وبالتالي كانت تبوك هي أفضل وأقرب منطقة مسموح فيها البيع والشراء. نحن نعلم أن كل الساحل الغربي تقريبا الآن أوقف فيه موضوع الإفراغات بشكل رسمي، لا يمكن أن تبيع وتشتري من حقل إلين تقريبا قريب ينبع ما عدا تبوك. تبوك هي أقرب شيء ممكن أن يتم تداوله في السوق، وبالتالي لاحظنا النشاط الموجود فيه، وأتوقع
أن النشاط سيستمر أكثر وأكثر. نعم. يعني على جانب آخر هناك ضعف شديد في شراء المنازل، توجه لشراء الشقق السكنية في المدن الكبرى كالرياض جدة وغيرها، هل هنا نتحدث عن تغير ثقافة اقتناء المسكن في المجتمع السعودي بشكل عام؟ لا شك، حقيقة المسكن السعودي مر بكثير من المراحل والتغيرات، يعني بدءا تقريبا من السبعينات والثمانينات في طفرة البناء التي حصلت ذاك الوقت وخروج صندوق التنمية العقاري، كانت البيوت يعني الطبيعية لا تقل عن 500 600 700 متر مربع. صحيح. اليوم قبل تقريبا 10 سنوات بدأنا نلحظ وجود البيوت اللي مساحتها 300 350، وزي ما تفضلتي في السنوات الأخيرة بعد ارتفاعات الكبيرة اللي حصلت من 2010 إلى 2014 أصبح كثير من الناس يعني متوسطي الدخل لا يستطيع حتى شراء الفلة، فذهب إلى منحة أن يشتري يعني شقة مناسبة تعيله. الأمر الآخر اللي حدث خلال خلينا نقول السنة الماضية 2018 بالذات، نعم، قضية تغير الأسعار أو مبالغ الفواتير التي تخرج للخدمات والأمور المتعلقة بالمياه والكهرب وغيرها. نعم. هذا جعلت من المسكن الكبير عبء حقيقة على العائلة. اليوم عندما يعني تسكن في مسكن كبير وتحتاج إلى 20 أو 25 مكيف سبلت أو مكيف مركزي كبير وحدتين أو ثلاثة، وتحتاج إلى سقاية الزرع وغيره، نعم لا شك هذا سيجعل كثير 4000 و5000 شهريا اللي أدفعها أنا لهذه التكاليف الكهرباء والمياه أصبحت عبء حقيقة. فكثير منهم حتى اللي كان ما عنده مشكلة أنه يسكن في فيلا كبيرة وما عنده مشكلة في تنظيفها وترتيبها وكذا، أصبح اليوم عنده مشكلة في فواتيرها، فاضطر أنه إما أن يبيعها ويستبدلها بشيء أصغر أو أنه يقسمها إلى عدة أجزاء ويسكن باقي مثلا أولاده أو العوائل الأخرى لأولاده أو بناته في نفس هذا السكن. نعم. وبالتالي أصبح رغبة خلينا نقول الأسرة السعودية في سكن أصغر أكثر توفيرا وأقل تكلفة تشغيلية وأقل تكلفة حتى في الشراء المبدئي في الرأسمالية أصبح موجودة، لكن اليوم نفتقد حقيقة إلى السكن خلينا نقول اللي يرتقي بمعايير الأسرة السعودية اللي ترغبها بسبب ضعف حقيقة نشاط المطورين الابتكاري خلينا نسميه. بمعنى إيش الابتكاري؟ معنى أن هناك وجود لشقق لكنها بقيت يعني جودتها بسيطة ورديئة وشغلها ما هو بالشغل اللي ولكن حقيقة هذا ينطبق على الشقة أو الفيلا. صحيح. المواصفات ما زالت ما زالت، لكن الفيلا يبقى أن اللي من يشتريها يقول أنها يبقى أنها مستقلة. نعم. لكن وجودك في بيئة مشتركة مع آخرين هذا يحتاج مشتركة. إلى تنظيم، يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى وضع يعني أفكار أفضل وأجمل لجعل المعيشة المشتركة هذه أكثر رقيا وأعلى جودة. نعم. مهندس إبراهيم، هناك تزامن بلا شك بين التنظيمات الجديدة لمؤسسة النقد وأيضا ما بين التمويل المسؤول والنشاط العقاري بشكل عام. دعنا نتحدث عن تراجع النشاط وتراجع الأسعار بالتالي إن حدث مستقبلا نتيجة هذه العوامل، هل سيساهم بشكل أو بآخر في تقليص مشكلة السكن التي نتحدث عنها اليوم، خصوصا الحصول على تمويل ربما يمر بكثير من المراحل بشكل أو بآخر؟ يعني بلا شك اليوم مقارنة بالسابقة أتحدث. أحسنتي. كان حقيقة صندوق التنمية العقاري قبل ما يعني يخرج بهيكلته الجديدة وأنظمته الجديدة بتحويل المواطنين إلى البنوك وهو يتحمل فقط الفوائد أو يتحمل يعني عبء الأرباح مع البنوك. نعم. كان قبل هو اللي يضخ الأموال في السوق، كان أسهل الحصول على 500,000 تقريبا شبه مضمون لأي مواطن سعودي عنده بطاقة أحوال. اليوم أصبح الموضوع لا، يمر زي ما تفضلتي بعدة مراحل وعدة فلاتر تجعل من الحصول على 500,000 أمر ليس بالهين حقيقة. هذا الموضوع طبعا لا شك أن له تأثير، لا سيما إذا عرفنا أن 80% من المواطنين السعوديين يعتمدون على صندوق التنمية العقاري والجهات التمويلية والبنكية في الحصول على قرض سكني للسكن اللي يتملكونه لأول مرة.
هذا الموضوع لا شك أنه مؤثر. الضوابط هذه حقيقة هي وضعت لحماية المستهلك من أنه يأخذ أموال لا يستطيع أدائها أو توفيتها أو يضغط على نفسه معيشيا بشكل غير مقبول. تقنين بشكل أو آخر. تقنين بشكل أو آخر بلا شك. لا شك أن المعايير اللي وضعت جيدة، لكنها أرى أن فيها شيء من التشدد، يعني الدخول في تفاصيل المصاريف للعائلة أخشى أنها تحتاج إلى شيء من المرونة حقيقة. هو جيد وضع ما يعرف بالحد الأعلى للاستقطاع من الراتب، هذا حقيقة موجود عالميا، وهذا من أوائل الأشياء اللي فعلت مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة الرهن العقاري. لكن الدخول في تفاصيل وش المصاريف لأن مثلا أنا أقول لك حالات واقعية واجهناها من جهات تمويلية وأعرفهم يعني ولي علاقة مباشرة فيهم ونعمل معهم، يقولون يعني يجينا مواطن يقول ان انا والله 1400 ريال هي مصاريفي لثلاث عيال وزوجه، وهذا طبعا غير منطقي. بينما تحليل البنك الداخلي يقول ان 6000 ريال. هذا الجاب هذه والفجوه الكبيره بين المواطن اللي يرغب باكبر قدر ممكن من الاموال على اساس يشتري البيت اللي يرغبه وبين البنك، من اللي يوفق بينها؟ وين المعايير؟ اتوقع اذا تم ربط مستقبلا ونضج البرنامج وربطه مع حساب المواطن مع شركه الكهرباء، لا شك لا شك لابد من وجود خلنا نقول داتا حقيقية أكثر من هي اجتهادات وتخرصات قد يعني تضر ولا تنفع في بعض الأحيان. كل الشكر لك المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، شكرا جزيلا على تواجدك مع اليوم. أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم.